ستريم ماشي، الاوديو ايه هنا؟ دي ادوس عليها. طب ما انا يا ابني بتكلم اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الصوت مش واضح برضو. حد سامع الصوت يا شباب؟ حد سامع صوتي؟ يعني هو كده unmuted، يعني المفروض ان انتوا سامعيني كده. ما في حد كتب لي واضح يا دكتور؟ الناس كاتبه واضح صوت، الناس كاتبه الصوت واضح. سامعيني يا دكتور؟ اوكي ماشي، اوكي خلاص كده، اوكي خلاص. وتابع معايا في الكومنتس علشان انا هشتغل برزنتيشن بس. يلا ان شاء الله. طيب انا كده يا شباب هبدأ ان شاء الله البرزنتيشن، عذرا للخطأ اللي في الاول ده، علشان انا مش متعود ان انا اعمل على ستريم يارد، يعني اول مرة اشاركه، فحابب بداية ان انا يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا حابب اشكركم على ان انتوا هتدونا من وقتكم. ان شاء الله نحاول نستفيد من بعض يعني على بقدر المستطاع. بدايه نشكر الدكتور احمد سعد ان هو سمح لنا او ادانا الفرصه ان احنا يعني نكون متواجدين معاكم. وطبعا شرفت ان انا اكون في وسط دكتور بيتر، دكتور احمد، دكتور عمرو، وطبعا دكتور عمر كمال ودكتور احمد سعد. I'm so proud ان انا اكون في وسط الناس اللي يعني هم كلهم صحابي يعني طبعا. وان شاء الله نحاول نقدم لكم مش محاضره، لان المحاضرات دي احنا بناخدها في الجامعه طبعا، اساتذتنا يعني واساتذتكم. احنا نقدم لكم برزنتيشنز خفيفه كده ان شاء الله، يعني تحاولوا تستفيدوا منها بقدر المستطاع، وهنحاول نكون تو ذا بوينت ونتكلم في العملي على طول. طبعا انا دلوقتي هخفي السكرين بتاعت الستريم يارد وهبدا اوريكم البرزنتيشن، يعني فمش هكون متابع الكومنتس بتاعتكم. ان شاء الله هيكونوا المنظمين متابعين معايا. لو في اي حاجه دكتور احمد سعد طبعا، وان شاء الله نجاوب على كل تساؤلاتكم، وربنا يجعل طبعا العمل ده في ميزان حسنات دكتور احمد وكل القائمين على الفري كورس يعني، وان شاء الله تستفيدوا بقدر المستطاع يعني. هنبدا البرزنتيشن. هنتكلم على principles. انا هبدا البرزنتيشنز بتاعتي النهارده ان شاء الله وبكره وبعده، حاجات يعني مش تقيله عليكم كمان، علشان تكونوا انتوا يعني ما تزهقوش وما تتعبوش. انا عارف ان معظم الكلام للدكاتره فريش جراديوتس وامتياز وكده، فهيكون الكلام بسيط ان شاء الله. بنتكلم النهارده برنسبلز اوف توست بريبريشن. البرنسبلز اوف توست بريبريشن ده مش حاجه جديده، مش حاجه ادفانسد. هو الشابتر ده موجود، شابتر نمبر 3 في اول ترم اتدرس في الكليه، ثالث شابتر، وفيري امبورتنت ان انت بتاخده قبل ما تبدا تحضر الاسنان اصلا، لانه اتس فيري امبورتنت انك تعرف مبادئ تحضير السنان. انا بحضر الاسنان دي بناء على ايه؟ ايه الكونسيدريشنز اللي بتاخدها في اعتبارك وانت بتبريبير؟ سو النهارده هنتكلم ان شاء الله عن الاوبجكتيفز، كونسرفيشن، ريتنشن اند ريزيستنس، باث اوف انسرشن، مارجنال انتجريتي اند فينش لاين اند ستراكشر ديورابيلتي. زي ما انتم شايفين العناوين، احنا مش هنعيد الشابتر طبعا، هنتكلم في كلام عملي يعني، وفي النهايه هنستنتج مع بعض الكومن ايرورز اللي موجوده في التوث بريبريشن اند هاو تو فايند سوليوشن تو ذيس بريبريشن بروبلمز.
بداية الأوبجيكتيف أوف توث بريبريشن إحنا بنحضر ليه؟ ليه الناس بتحضر السنين؟ ليه بنعمل ريدكشن؟ Then you have to keep in mind that you just prepare the tooth to create space. يعني إحنا ليه بنحضر السنة؟ علشان نكريت space for the restorative material. فمثلا حضرتك عارف إن إحنا بنحضر البنيز 0.3 مليمتر up to 0.8 مليمتر مثلا. ليه بناكل من السنة الدايمنشنز دي؟ علشان you have to create space for the restorative material فالأسنان ما تطلعش over control. ليه لما بنعمل crown Emax بنقول لك اعمل 1 مليمتر axial reduction and 1.5 ملي occlusal reduction؟ علشان احنا عارفين ان ال restorative material دي محتاجة thickness ده thickness اللي مش هيخليها تتكسر. ف then we prepare the tools to create space for the restorative material. لذلك المتحكم في كمية ال reduction اللي حضرتك بتعملها هو نوع ال restorative material اللي انت بتعمله. فما فيش حاجة مثلا اسمها دكتور هو ال preparation بتاع ال anterior tooth قد ايه وال posterior tooth قد ايه. لا، هو في حاجة اسمها لو انا هعمل كراون سيرامو ميتل فالريدكشن بتاعه قد ايه، لو انا هعمل كراون زيركونيا فالريدكشن بتاعه قد ايه، لو انا هعمل كراون اي ماكس الريدكشن بتاعه قد ايه، سواء كان انتيريور سواء كان بوستيريور. مش مهم كتير اللوكيشن بتاعه على قد ما هو مهم الماتيريال اللي هصنعها منه. Then نراجع مع بعض كده كميات الريدكشنات اللي احنا بنحتاجها في السيرامو ميتال which is the most destructive preparation ever هو السيرامو ميتال. التكنس بتاع البريبريشن بيوصل 1.2 and axial reduction وتقدر توصل ل 1.5 axial which is very destructive والاوكلوزال 1.5 up to 2 millimeter which is برضو destructive جدا. ال Emax is glass ceramic. ال glass ceramics بتحتاج 1 millimeter axial reduction and during finishing you may reach 1.2 millimeter and the axial reduction the occlusal reduction is 1.5 millimeter. وطبعا محتاج roundation to the line angles وroundation roundation هنتكلم عن الحاجات دي قدام. أما بالنسبة للزيركونيا فـ if you are preparing monolithic زيركونيا، كلمة monolithic هنتعرف عليها بكرة في الـ old ceramics إن شاء الله، يعني البلوكيه كلها زيركونيا، يعني الكراون اسمه فول كونتور زيركونيا، اسمه فول اناتوميكال زيركونيا، اسمه مونوليتيك زيركونيا، ايا كان اسمه ايه. فانت بتحتاج 1 مليمتر اول اراوند سواء اكسيال او اوكلوزال ريدكشن، ولذلك الزيركونيا المونوليتيك بتعتبر ذا موست كونسرفاتيف ماتيريال لانها مش بتحتاج ريدكشن كتير من السن. اما لو كانت بورسلين فيوز تو زيركونيا او ان كان اسم المعمل بيسميها ايه زيركو ماكس، يعني بيطلي الزيركونيا باي ماكس، زين يو ار ريفيرد تو سيرامو ميتال. انت محتاج ثيكنس للزيركونيا اند ذن يو نيد اولسو ثيكنس للاي ماكس او البورسلين اللي هتحط عليها، فهترجع تاني ل 1.2 ذات يو مي ريتش 1.5 والاوكلوزال بتاعك هيبقى 1.5 اب تو 2 مليم. يبقى احنا نرجع تاني، احنا ليه بنريديوس السنه؟ ليه بنعمل لها ريدكشن؟ انا بعمل لها ريدكشن عشان تقدر تاكوموديت الفيكسد ريستوريشن، تستقبل الفيكسد ريستوريشن او التركيبه بتاعتك سواء كانت كراون او بريدج. طيب هل احنا بنغير شكل السنه ولا بنغير حجمها؟ الحقيقه ان احنا بنغير شكلها وحجمها. يعني حضرتك مش بتغير شكل السنة كأوكلوزل، لكن كأكسيل في الحقيقة شكلها بيتغير after you finish the preparation. لا، شكل السنة بيتغير بس also within limits. يعني مثلا احنا بنعمل proximal reduction. الproximal reduction ده احنا كلنا عارفين ان الأسنان تبقى diverged to the occlusal surface، يعني دايما السنان طلع واسع على occlusal surface علشان تعمل contact. المفروض ان حضرتك بعد الريدكشن بيكون التو وولز اللي كانوا diverged دول يا اما معدولين نسميهم parallel يا اما with slight convergence، يعني يا دوب داخلين لجوه شويه، ولازم نتك على كلمه slight convergence.
مش كونفيرجد يعني طالعين ضيقين اوكلوزل، وهنعرف ده مهم في ايه قدام. يبقى انا عرفت ان انا البروكسيمالز لازم يكونوا بارلل وذ سلايت كونفيرجنس. طب هل يا دكتور لما بعمل ريدكشن من الدايفيرجد شيب للبارلل او كونفيرجد ده انا بزود الريدكشن عن 1 ملم ان كيس مثلا ان انا بعمل زيركونيا كراون؟ الحقيقه انه طبعا حضرتك بتزود، لان الكونتاكت اصلا بعيده عن السيرفايكل بورشن بتاعك اللي انت بترسم فيه الفينش لاين من 1.5 اب تو 2 ملم، فانت بتشيل كل ده لحد ما الوولز تبقى بارلل، بعد كده بتبدا تكريت الملي بتاعك، فاكيد شكل السن هيتغير. بروكسيمالي يبقى كان دايفيرجنت بقى بارلل وذ سلايت كونفرجنس، وده اللي هيعمله الستون مش حضرتك اللي هتعمله. الكونفرجنس ده مش انت بتميل ايديك فبتعمل كونفرجنس زياده، لا هي الستونز معموله عشان تميل شويه، وهنعرف فايده ده قدام ايه. طب طيب بالنسبه للبكال واللينجوال هل بيفضل شكلهم زي ما هما؟ الحقيقه انه برضو لا، لان انت بيكون عندك ماكسيمم كونفكستي which is located in the cervical one third in all teeth ما عدا اللينجوال سيرفيس بتاع اللور مولرز اند بري مولر، بتكون الماكسيمم كونفكستي موجوده في الميدل one third، يعني بيكون في قلبوزه كده للسن اسمها height of contour او maximum convexity، دي بتطير بالريدكشن بتاعك بتختفي. طب الباكل سيرفيس كان كونفكس مثلا بتاع اللور 6، هل معنى كده نعمله فلاتنينج افلته اعدله؟ لا احنا مش بنعدله. Then you have to follow the contour. اي نعم هتشيل الماكسيمم كونفكستي بس في نفس الوقت you will follow the anatomy of the tooth، هتحافظ عليها كونفكس زي ما هي. You do not have to flatten this convex. زي ما انا اقول لك في واحد بكرش كده عايزين نخسسه، فهو هيخس بكرش برضه، مش محتاج انك تفرد بطنه، يعني خليه زي ما هو كده بس قلله، كرييت سبيس فور ذا ريستوراتيف ماتيريال. Then I have to go back ليكو عشان ابقى عارف انتوا سامعيني كويس ولا لا. دكاترة انتوا سامعيني كويس؟ الناس سامعة كويس ولا لا؟ دكاترة اللي معايا في اللايف اي حد يقول لي اذا كان الصوت واضح او انتوا معايا ولا انا بتكلم ايه؟ اوكي تمام. طيب نرجع تاني للايه؟ البرزنتيشن. يبقى انا بغير الشيب بروكسيمال وباكولينجوال، بتخلي ايه يا دكتور؟ بتخلي الوولز بتاعتك بارلل وذ سلايت كونفرجنس، يعني الميزيال بيكون بارلل ديستال وذ سلايت كونفرجنس، والباكل بارلل للينجوال وذ سلايت كونفرجنس، ودي تاني مش حضرتك اللي بتعملها، دي الستون اللي بيعملها. انت كل وظيفتك انك تقف parallel to the long axis of the tooth. اللونج اكسس اللي هو الخط الوهمي اللي احنا بنتوهم ان هو في قلب السنه، واقف parallel ليها موازي ليها، بتوقف الستون بتاعك ايا كان بيقطع فين. And you do not have to expect ان انت اول ما تحط الستون بتاعك بدا يرسم finish line، اكيد في حاجه غلط. الستون بتاعك لو انت بدات بي proximal لازم يلمس الاريا بتاعت الكونتاكت، وهنتكلم عن فتح الكونتاكت دلوقتي، او لو انت واقف باكل او لينجول الطبيعي انه يلمس الهايت اوف كونتور، والا تبقى انت عاوج ايديك، يا اما عاوج ايديك بره which will lead to undercut هنتكلم عنه، او عاوج ايديك لجوه which will lead to over convergence وبرضه هنتكلم عنه. يبقى انا وظيفتي ان انا اقف بالستون بتاعي parallel to the long axis of the tooth، هخلي كل two axial walls opposing لبعض parallel with slight convergence. مين اللي انا هفولو الاناتومي فيه فعلا في الريدكشن؟ هو الاوكلوزال اناتومي. Then you do not have to flatten the occlusal surface. ما ينفعش عشان المعمل قال لي يا دكتور زود الاوكلوزال اصل انا بحتاجه في ان انا اظبط العضه بتاعت العيان. الكلام ده طبعا اي كلام. انت عشان تعمل اوكلوزال ريدكشن فلات then you decreased the occlusal gingival height of the tooth. طب وايه اللي ترتب على ان انت تقلل الاوكلوزال gingival height بتاع التوث؟ ان ما بقاش عندك سيرفيس اريا كبيره الكراون يحك فيها. احنا عارفين احنا بنعتمد في الريتنشن سبيشلي في الفول كفرج ريستوريشن اللي هو الكراون، يعني بنعتمد على الفراكشنال ريتنشن، على قوه الاحتكاك، والفراكشنال ريتنشن دي بتعتمد على السيرفيس اريا،
فكل لما انت قللت السن اوكلوزو جنجيفال قللت السن ميزيو ديستال او اكسيال، فانت بتقلل قوه الاحتكاك اللي ما بين الفيتنج سيرفيس اوف ذا ريستوريشن والسنه، فبالتالي بيكون سهل الديسلوجمنت بتاعها بتقع اسهل. فلا انا مش عشان اريح المعمل ازود اوكلوزر ريدكشن، انت ما تريحش المعمل بتاعك على حساب البيشنت واللونجيفيتي بتاعت الريستوريشن بتاعته. ذن انا مش هعمل فلات اوكلوزال سيرفيس ابدا علشان ما اقللش اللونجيفيتي بتاعت الريستوريشن والكراون بتاعه بيقع. مش هعمل فلات اوكلوزال سيرفيس علشان as long as ان انت بتشيل في الانامل وبتشيل في الدنتين وبتعمل flattening للاوكلوزال، then you are encroaching the bulb bones. كلنا عارفين ان عند الكاسبات هيكون عندك high bulb bones، then انت بتزود قابلية الالم عند البيشنت، انت هتوجعه اكتر، هي expose، وده اكيد انت مش عايزه يعني. فتاني مش عامل flattening للاوكلوزال surface، ده تاني سبب. تالت سبب ان الثيكنس بتاع الريستوراتيف ماتيريال اوكلوزلي مش هيبقى ايفن، هتبقى الحته اللي في النص دي انت ما اكلتش منها كتير، في حين انت فرحان انك نزلت الكاسب هايت وزودت السبيس الافيلبل فور ذا ريستوراتيف ماتيريال، فالكراون هيكون رفيع من الحته اللي في النص دي اللي هي مثلا الجروفز، وتخين من عند الكاسبات. ذن يعني ما فيش سبب يخليك تعمل فلاتن للاوكلوزال سيرفيس، مش هقول لك اقعد ارسم الاناتومي والكاسبات بس على الاقل تعمل في شيب اوكلوزال سيرفيس، وهوريك ان في بيبرز اتكلمت على الفي شيب اوكلوزال. مش محتاج تقعد ترسم كاسبات واناتومي وسبلمنتال جروفز ومارجنال ريدج كمان، مش عشان تخاف انك تعمل فلاتنينج تقوم سايب مارجنال ريدج. مفيش بريباريشن في الدنيا ينفع تسيب فيها مارجنال ريدج، اللي هو اكيد دكتور احمد سعد كلمكم عليه والتكنس بتاعه والحاجات، لازم يطير. فانت مش بيفضل اوكلوزال زي ما انت متخيل على الاوكلوزال سيرفيس، مش بيفضل اوكلوزال اناتومي، ولكن لازم تحافظ على الكاسبس عشان يزودوا لك السيرفيس هاي. ذن مش هعمل فلاتنينج للاوكلوزال سيرفيس، حافظ على الكاسبات. لو مش قادر احافظ على الكاسبات على الاقل تعمل في شيب اوكلوزال سيرفيس، يعني ما تخليهوش فلات. الموضوع ده دخلنا في نقطه ثانيه اسمها الكونسرفيشن او البريبريشن كونسبت. كل لما حضرتك ما تاكلش من السن اكتر، التركيبة بتاعتك دي تعيش اكتر. الدليل على كده ان احنا اتفقنا ان احنا بنبريبير التوث ستراكشر بتاعتنا بناء على المينيمال ثيكنس اوف ذا ريستوريشن. فقلنا انه السيراموميتال الثيكنس بتاعه كذا، الزيركونيا الثيكنس بتاعه كذا، الايماكس الثيكنس بتاعه كذا، لان انت مش محتاج اكتر من الثيكنس بتاع الريستوراتيف ماتيريال. انا كل لما اكل من السن اكتر انا شلت من الدنتين، قللت السيرفيس اريا، زودت الالم بتاع البيشنت، ضعفت الاباطمنتس اصلا اللي انت كلت منهم، فانت بتضر العيان في مصلحه المعمل انك تدي له سبيس انه يرسم براحته، which is unneeded اصلا. انت مش محتاج اكتر من الثيكنس بتاع الريستوراتيف ماتيريال. يبقى انا هشيل مينيمال ريموفال اوف تو ستراكشرز ذات داز نوت ويكن ذا توث، انا مش محتاج اضعف السنه. الاماونت اوف ريدكشن بتفولو الريكويرمنتس بتاعه الماتيريال اللي انت بتعمل منها الريستوريشن، ولذلك هتلاقوا ان المونوليتك زيركونيا زي ما قلت لكم هي الموست كونسرفاتيف، لانها مش بتحتاج ريدكشن كتير ان كومباريزون وذ السيراموميتال. فرق كبير، لان هتلاقوا بعض انواع الزيركونيا لايك ذا لافا زيركونيا مثلا بتاع 3M بتحتاج 0.6 ملم اكسيال ريدكشن، 0.6 ملم، يعني انت كانك بتعمل ميتال كراون، فول ميتال كاست كراون اللي كان الثيكنس بتاعه 0.5 وبتعمله له تشامبر فينيش لاين، او البريبريشن حضرتك عملتها في حياتك اللي كانت في سيكشن سنه ثالثه دي، كنت بتعمل تشامفر فينيش لاين، بتعمل بتيبل ستون وذ راوند اند وبتاكل 0.5 ملم اكسل ريدكشن. فتخيل الثيكنس ده كفايه انك تعمل مني مونوليتك زيركونيا. ليه اكل ملي؟ ما هو نص ملي كفايه عليه وهيوزستاند الاوكلوزر فورسز، مش محتاج تاكل اكتر. ف دونت فولو كلام المعامل. البريبريشن بتاعتك لازم تريزست الديسلوجمنت ان اول دايركشنز. لازم تخيل ان انت في تراي ان المفروض لما تدخل كراون الكراون بتاعك ما يطلعش اصلا، المفروض ان الكراون ده ما يطلعش من مكانه. لو حضرتك قدرت تطلع الكراون من مكانه بسهوله في تراي ان او الفيريفيكيشن اللي هي خطوه ان انا هلزق الفاينل ريستوريشن، that mean that this restoration will depend on the cement only and this restoration will fail eventually.
فانت لا، لازم يكون في ريزيستنس، لازم يكون في قوه احتكاك. وخلي بالك مش من اول ما تدخل الكراون، لان ده هيبقى معناه تايت كاست، ده تايت، دي ريستوريشن ضيقه. فالمفروض ان الكراون بتاعك بيخش عادي خالص ويجي عند اخر ملي اللي ما كانش مدهون فيه سبيسر، يعمل لك يحك كده هو داخل، يعمل فراكشنال ريتنشن. لو الكراون بتاع حضرتك طلع ودخل بسهوله، then you have to remake this crown، لان انت فاهم دلوقتي انه مش هيبقى في اي قوه احتكاك ما بين الريستوريشن والتوث ستراكشر، which will lead to that this type of restoration will depend 100% on the cement. مين الريستوريشن اللي بتعتمد 100% على السيمنت؟ البارشال كفرج ريستوريشن لايك ذا انلايز اون لايز، هنتكلم عنهم بكره، اندو كراونز، فينيرز، ماشي. لكن فول كفرج ريستوريشن وتعتمد على السيمنت هتقع، يعني هتقع. ذن البريباريشن بتاعك كمان ليه دور. ما تبقاش الكراون بتاعك قصير وانت عامل له ماكسيمم كونفرجنس وعايزه يحك وهو واقع، لا، الحقيقه انه مش هيحك، والحقيقه انه هيقع بسهوله، ودي مشكله كبيره وهنتعرف على حلولها ان شاء الله قدام. Then you have to preserve the optimum tooth height and width. ازاي؟ بانك تعمل sub gingival finish line placement. That one of the indications of the sub gingival finish line placement is انك عايز تزود الهايت بتاعه. فانا عايز ازود الهايت فهنزل sub gingival. والا الستاندرد فينش لاين از السوبر جنجبال فينش لاين، على فكره يعني الستاندرد هو السوبر جنجبال فينش لاين. فانا بنزل سب جنجبال ليه؟ عشان عايز ازود التوس هايت، عشان ده هيفيدني قدام. فكل ما حضرتك تلاقي ان الكراون بتاعك قصير انزل سب جنجبال، استفيد انت من طول السنه وحاول تنزل سب جنجبال. وزي ما قلنا ممكن تختار ماتيريال كونسرفاتيف، انت بوستيريور مش مهم الاثاتكس عندك كتير، ما تروحش تعمل سرامو ميتال بقى، فتحتاج انك تعمل 1.5 up to 2 millimeter occlusal reduction فتقلل الريزيستنس والريتنشن فيقع البريدج. اعرض عليه الزيركونيا، قول له انا ممكن اعمل لك زيركونيا. خلي بالك الزيركونيا از نوت ان اثيتيك ماتيريال، بس هتديك اوبشن ان انت تقدر تعمل ديورابل ريستوريشن للبيشنت ده. الاوكلوزر ريدكشن اتفقنا انه it should follow the anatomical plane، محتاج انك تحافظ على البلينز يعني الاوكلوزر. وخلي بالكم في الصوره دي انه دايما في كونتاكتس مفتوحين. اي بريباريشن حضرتك بتشوفه بتلاقي فيه كونتاكت مفتوح، وفي الحقيقه انه فتحه الكونتاكت دي مش معناها انك تمسك البروب وتعديه ما بين السنتين فتبقى انت كده فتحت الكونتاكت. خلينا نجيب حته الكونتاكت واحنا بنتكلم. الكونتاكت ليه انا بفتحها اصلا؟ ليه انا محتاج افتح الكونتاكت في اي بريباريشن؟ علشان المعمل محتاج يعمل داي. الداي دي اللي هو بيرسم عليها الواكس باترن اللي هو الكراون، بيرسمه شمع في الاول. فعشان يقدر يفنش المارجنز انتر بروكسيمال ويكرييت الواكس باترن محتاج داي، مش هيعملها على كاست، مش هيفنش مارجن انتر بروكسيمال على كاست، هيدخل الكارفر ازاي ده؟ فهو محتاج يعمل داي زي ما انت درست في شابتر الكاست اند داي في سنه رابعه الترم الاول. عرفت ان في حاجه اسمها كاست وذ ريموفبل داي وكاست وذ سيبريت داي، فهم بيشتغلوا بكاست وذ ريموفبل داي. ذن المعمل محتاج انه يعمل سوينج او يقطع الكاست عشان يعرف يشيل الداي دي. طيب ان كيس اوف ان حضرتك سايب له كونتاكت ما بين السنتين هيقطع فين؟ يقطع من النيبرنج توث فيضيع الكونتاكت، ما يعرفش يرسمها لك تاني كويس لانه ضيع الكاست، ولا يقطع من الفينش لاين اللي حضرتك رسمه. فخلي بالك انه مش معنى انك عملت بروكسيمال ريدكشن ورسمت فينش لاين انت كده فتحت الكونتاكت، لا، ممكن تكون عملت بروكسيمال ريدكشن ورسمت فينش لاين بس الكونتاكت از لوكيتد مور سب جنجيفال، فانت خلصت البروكسيمال ريدكشن ومع ذلك ما فتحتش الكونتاكت. ومش معنى انك فتحت الكونتاكت معناه انك خلصت البروكسيمال ريدكشن، عادي ممكن تفتح كونتاكت في الاول وبعدين تكون لسه ما خلصتش البروكسيمال ريدكشن. فطبعا يو هاف تو اوبن ذا كونتاكت. طيب هعمل اوبننج للكونتاكت ليه؟ علشان لازم المعمل يفتح يعمل سوينج وبتاع. طب لو المعمل ما عملش الحركه دي هيبوظ المارجن، هيجي لك اوفر اكستندد مارجن ويل ليد تو انسيتنج اوف ذا كراون. مش ساعات حضرتك بتيجي تحط الكراون بتلاقيه بيلق او البريدج بتاعك بيلق،
في سبب من الاسباب اللي بتخلي يحصل روكينج هو الاوفر اكستندد مارجن، نتيجه ان المعمل ما عملش سوينج، ما عملش دايز، فهو مش عارف المارجن بتاعك انتر بروكسيمال موجود فين اصلا، فهيحطوا اي كلام ممكن يطوله، لو طوله هيعمل لك روكينج في البريدج بتاعك. ذن خلاص اتفقنا انا هفتح كونتاكت. هتاكد ازاي ان انا هفتح كونتاكت؟ هتدخل بروب مش واقف، هتدخله نايم يعني كده، يدخل ما بين السنتين كده من تحت لفوق. لو دخلت البروب كده المس الجنجيفا، ما ينفعش احط البروب كده الاقي تو ستراكشر. لو حطيت بروب بقى في تو ستراكشر which means it's contact، امال هيبقى اسمها ايه يعني؟ يعني لو انت دخلت الستون والسنتين لامسين من تحت، دول ما اسمهمش كونتاكت. انا فتحت كونتاكت دكتور، بص بروب اهو عدى اهو، طب دي اسمها ايه بقى اللي تحت؟ اتس كونتاكت. فلازم تتاكد بالبروب ان ما فيش اي حاجه بتعيقك. عرفنا نعملها ازاي. طب افتح الكونتاكت ازاي؟ هتلاقوا موجود في الكتب انه ممكن تستعمل الماتريكس باند تو بروتكت ذا نيبرينج توث اند ذن يو بريبير ذا بروكسيمال سيرفيس، بس ده طبعا هيؤدي الى انك يو ماي ميك ان انجري تو ذا نيبرينج توث، ممكن تعمل انجري وبالتالي هتعمل لك مشكله. تقدر تصلح موضوع الانجري ده بانك تابلاي فلورايد فور 5 مينتس بعد بعد ما تعمل طبعا فينيشنج للبروكسيمال بفينيشنج ستونز اند ذن يو ماي ابلاي فلورايد. طيب انا الطريقه دي اخطر لانها يو ماي بيرفوريت ذا ميتال ماتريكس. ممكن نستعمل ان انا اكريت انامل ليب، اند ذيس انامل ليب كان بي كرييتد بانك تستعمل فاين تيبرد ستون، فاين او نيدل ستون. النيدل ستون ده الرفيع اللي حضرتك بتستعمله، يو هاف تو بي بارلل تو ذا لونج اكسس اوف ذا توث، وهتسيب ملي من النيبرنج من التوث بينج ريدكتد، اللي انت بتعمل لها ريدكشن هتسيب منها ملي، وتقف بالستون بتاعك اب اند داون اب اند داون اب اند داون لحد ما تطلع من باكل لينجوال او من لينجوال للباكل. اند ذن هتكسر الانامل ليب يوزنج اني هاند انسترومنت عندك، وبعد كده تحط التيبرد ستون بتاعك وتبدا تعمل البريبريشن بتاعك. طب هل يا دكتور انا سبت ملي وبعد كده دخلت بالستون، هل انا كده ما عملتش اوفر ريدكشن؟ هرجع لك تاني للنقطه اللي انا بدات بيها واقول لك ان احنا اوريدي قايلين ان انا الكونتاكت عندي عريضه اكتر من السيرفايكال بورشن اللي انت بترسم فيه الفينش لاين باي 1.5 اب تو 2 مليمتر، which means انك مش بتعمل اوفر ريدكشن ولا حاجه، انت المسافه دي انت كنت كده كده واكلها علشان تعمل باراليزم بتوين ذا تو بروكسيمالز وذ سلايد كونفرجنس. فدي الطريقه المفضله انك تكريت انامل ليب، او انك بنفس الستون اللي انت شغال بيه تبدا تريديوس بدري شويه مش من بره البروكسيمال سيرفيس، بدري شويه علشان تقدر تو بروتكت النيبرنج توث. طبعا لان السنه اللي انت بتعمل لها ريدكشن انت كده كده تعمل ريدكشن، الخطوره في انك تعمل انجري للنيبرنج توث. طيب انا هكونفيرم تاني الدكاتره اللي معايا على الستريم يارد اكدوا عليا ان انتوا سامعيني كويس. دكتور البروب يدخل مش بارلل تو ذا لونج اكسس، مش parallel to the long axis، بيدخل مايل، يعني الهوك بتاعك يكون directed backlingual، مش كده، مش زي ما انت بتكاتش الكارز، مش زي ما انت بتدتكت الكارز، تنيمه كده، تنيم البروب من تحت خالص وتطلع لفوق علشان تتأكد ان مفيش حاجة موقفاك يعني، او ان في اي contact يعني، هي دي الفكرة يعني. طيب على العموم ان شاء الله الدكاتره يكونوا فهموا نقطه الكونتاكت دي او البروب. في حد عنده اي استفسار على البوينت اللي فاتت؟ وانا مستخدم الادجيسنت توس ازاي ممكن اذي الماتريكس؟ دكتور حضرتك لو مدخله او حاطه الماتريكس باند الميتال ماتريكس ما بين التو تيث وحضرتك بتدخلي الستون، مش هتبقي قادره انك تشوفي الكونتاكت اللي موجوده ما بين الستون وما بين الميتال ماتريكس. فلو حصل لها اني بيرفوريشن which is easily can happen انك تبرفوريت الميتال ماتريكس، انت هتكملي ريدكشن وانت مطمنه ان الميتال ماتريكس موجوده. ف
فده طبعا هيعمل انجري للنيبرنتيس. عشان كده حتى في الكتب اللي انتوا درستوا فيها هتلاقوا مكتوبه ان اتس نوت ذا بريفيرد ميثود فور اوبننج ذا كونتاكت، ذا بريفيرد ميثود از ذا انامل ليب. طيب يبقى انا محتاج افتح الكونتاكت، محتاج الفينش لاين بتاعك يكون ظاهر زي ما انت كده في الصوره، محتاج الفينش لاين بتاعك يكون واضح زي ما حضرتك شايف، يكون ويل اكسنتويتد يعني ما تختلفش انت واللاب في فين الفينش لاين، ولذلك انت دايما محتاج الريتراكشن. دايما بنتكلم ان احنا محتاجين الريتراكشن حتى لو انت عامل سوبر جينجيفا فينش لاين، يو نيد تو ريتراكت ذا جينجيفا علشان تبين السالكس. احنا بنعمل ريتراكشن علشان نبين السالكس مش الفينش لاين، فحتى في حاله السوبر جينجيفال فينش لاين انت محتاج تعمل ريتراكشن علشان نبين السالكس، والسالكس ده بيبين بروبر ايمرجنس بروفايل. الايمرجنس بروفايل از هاو ذا توث ايمرج فروم ذا سالكس، يعني شكلها طالع عامل ازاي. انا محتاج ملي تحت الفينش لاين عشان يبين لي السنه دي طالعه ازاي، الايمرجنس بتاعها ازاي، عشان كده اسمه ايمرجنس نوت ايمرجنسي بروفايل، اسمه emergence يعني how these tooth emerge from the sulcus او طالعه ازاي. فانت دايما محتاج انك تبين السلكس، then you have to retract. عايز الفينش لاين بتاعي يكون accentuated يعني واضح وصريح، عايز يكون smooth ناعم ما فيهوش irregularities، علشان كده هتلاقوا في finishing stone for the finish line. عايزه يكون rounded، اتفقنا، عايزه يكون سموث ما فيهوش irregularities، عايز يكون even in thickness، ما تعملش finish line في حتة تخينة وحتة رفيعة علشان ده معناه انه هيقع في stress اكتر في restoration اكتر من حتة، فمحتاجه يكون even in thickness او متساوي في ال thickness. وخلي بالك انه thickness ال finish line مش هو كمية ال reduction، يعني لما انا اقول لك مثلا الاي ماكس كراون بيحتاج فينش لاين 1 ملم، فده معناه ان البريبريشن 1.2 اب تو 1.3 ملم، لانه دايما الفينش لاين ده التيب بتاعت الستون هي اللي بترسم الفينش لاين، لكن كميه الريدكشن دي مش تيب الستون اللي بتعملها، دي السايد وولز بتاعت الستون هي اللي بتعملها، فدايما كميه الريدكشن اكتر من الفينش لاين with maximum preparation. يعني اكتر بريبريشن تقدر تعملها ان التيب بتاعت الستون بتاعتك هي اللي تقف على الفينش لاين، ما ينفعش تقعد توقف التيب بتاعت الستون وحته كمان انت شور ليه عملت اوفر ريدكشن. فخلي بالك وانت بتبريبير بتكون عينيك على التيب بتاعت الستون لان هي اللي بترسم لك الفينش لاين، وبتكون عينيك على الالاينمنت، الستون ده واقف عدل طالع بره السنه فهيعمل لي اندر كات، نايم ناحيه السنه فهيعمل اوفر كونفرجنس، ودي معادله البريبريشن ان انا اوقف ايديا عدل ولا ميلها ناحيه السن فاعمل اوفر كونفرجنس والسيكولا بتاعته هنتكلم عنها، ولا ان انا ميلها بره فتعمل لي اندر كات والسيكولا بتاعته نتكلم عنها. فانت بتتكلم في تب هترسم لك الفينش لاين وسايد وولز بتعمل الريدكشن. خلي بالك وانت بتاكسنتويت الفينش لاين في الاخر او بتعمل له فينشنج ممكن اوفر فينش، فالاوفر فينش ده بيزود كميه الريدكشن. علشان كده دايما احنا بنفنش البريبريشنز بتاعتنا بستون ريد كودد، يعني هتلاقوا ان ستونز الكودنج بتاعها زي الكودنج بتاع فايلات الاندو، فهتلاقوا مثلا الوايت واليالو ستونز كلمكم عليهم اكيد دكتور احمد سعد بيستعملوا في الفينشنج بتوع الريستوريشنز. الفينشنج بتاع التوث ستراكشر بيكون لونهم احمر علشان دول يعني البارتكل سايز بتاعتهم اكتر، لو استعملت ستون صفرة على التوث ستراكشر يمكن تتحرق، لكن اللي احنا بنستعملهم مع الاسنان الناتشرال توث ستراكشر عايزه حاجه مور هارد، فاحنا بنستعمل ريد ستونز. الكاتنج ستونز بقى تبدا من الازرق الاخضر البلاك، دول كلهم طبعا كل ما تزيد في اللون سواء بلو او جرين او بلاك بيزيد الكورس سايز حجم البارتكلز وبالتالي بتكون مور اجريسيف، فده بيعتمد على التالنت بتاعتك بقى والاكسبيرينس وتعرف تبريبير بسرعه ولا عايز حاجه بطيئه وكده.
ولذلك هتلاقوا دكاتره بتبريبير الفينيرز ب ريد ستون بريباريشن مش فينيشنج، عشان هو عايز يكونسيرف ويكون محنتف كده وبتاع، فايتس اوكي يعني هو مور تايم كونسيومينج بس ستيل اتس اوكي. فانا هفنش بالستون الحمراء مش هزود عشان ما ازودش ثيكنس الفينش لاين بتاعي. طبعا كمان مش عشان تكون كونسرفاتيف ما تبروفايدش للسبيس فور ذا ريستوراتيف ماتيريال، لان دي اخرى كارثه. فهتلاقوا دايما مثلا في الريكويرمنتس على الفينش لاين ويل اكسنتويتد وباين ويطلع في الامبريشن ويبان في الداي وكذا كذا، واخر حاجه سادس ريكويرمنت فيه هو ان يبقى كونسرفاتيف. فمش علشان تبقى كونسرفاتيف ما تكريتش سبيس. طيب ما عملتش سبيس، لو في دكاتره منكم كونسرفاتيف او عنده هوس من انه يبقى ديستراكتيف فيقلل كميه الريدكشن. تقليل كميه الريدكشن نتكلم عنه اكسل ونتكلم عنه اوكلوزل. الاكسل المعمل هيبقى قدامه تو اوبشنز، يا يعمل لك المينيمال ثيكنس اوف ذا ريستوريشن اقل من المينيمال ثيكنس، لان حضرتك يو ديد نوت بروفايد ذا ثيكنس فور ذا ريستوراتيف ماتيريال، فهتبقى اقل من المينيمال ثيكنس عشان هو عايز يطلع لك شكلها حلو فهتتكسر. يا اما يبروفايد المينيمال ثيكنس بتاع الريستوراتيف ماتيريال بتاعته اللي حضرتك ما عملتهاش فتبقى اوفر كنترولد وتخينه وشكلها وحش. ففي الحالتين كارثه، لان انت من البدايه ما يو ديد نوت بروفايد ذا بروبر ثيكنس. طيب اوكلوزل ما عملتش sufficient reduction اوكلوزل، خايف ما عملتش sufficient reduction اوكلوزل، ايه اللي ممكن يحصل؟ اوكلوزل المعمل هيبقى قدامه تو اوبشنز، يا اما يحط البروبر ثيكنس عشان الريستوريشن بتاعته مش عايزه تتكسر فهتجيلك تخينه جدا. انت بتعمل سيرامو ميتال محتاج 1.5 اب تو 2 ملم اوكلوزل ريدكشن، حضرتك ما عملتش كميه الريدكشن دي فالمعمل حط 2 ملي 1.5 up to 2 millimeter، هتلاقي العضه بتاعته عاليه جدا، traumatic occlusion, premature contact, looseness of the abutment, dislodgement of the restoration, fracture of restoration, sequela كتيره. او انه يقلل الثيكنس بتاع الريستوراتيف ماتيريال عشان يرسم لك occlusal كويس وبالتالي برضه تخش في fracture. فانت خسران في كل الحالات. Then you have انك to create space for the restorative material سواء axial او occlusal علشان ولا يجي لي over contoured restoration او premature contact with traumatic occlusion، وفي نفس الوقت ما يجيلكش occlusal عالي او over contoured restoration او انها تكسر during function. هنتكلم على الفانكشنال كاست بيفل قدام زي البريبريشن اللي قدام حضرتك دي، عاملين فينش لاين واكسنتويشن وحاطين ريتراكشن كولد وبتاع، بس فيري فيري اوفر كونفرجد ريستوريشن. في فرق بين كلمه اوفر ريديوسد واوفر كونفرجد. الاوفر ريدكشن هو انك واقف بالستون بتاعك بارل تو ذا لونج اكسس بس انت زودت الدخول جوه السنه فكلت منها زياده، بس يو مي هاف بارل سايدد ريستوريشن. لكن الاوفر كونفرجنس انت واقف بالستون وما دخلتش كتير بس ميلت ايديك ناحيه السن اكتر فعملت اوفر كونفرجنس. الاثنين مصايب، الاثنين بيوقعوا ريستوريشنز، الاثنين يو مي بروفوك ماينوت اكسبوجر، ممكن تعمل مشاكل في البريبريشن بتاعك. هرجع لكم تاني. لا الفرق بين الفيرتيكال والهوريزونتال بريباريشن ده كلام كبير قوي، يعني ده قصه كبيره. ازاي اقيم ثيكنس الفينش لاين؟ حضرتك ممكن يعني الحاجه الدارجه انك تكون مكتفي بالتب بتاعت الستون، او انك تستعمل باتي اندكس جايدد توث بريباريشن. والباتي اندكس جايدد توث بريباريشن يعني حوار تاني، بس يعني ايجازا كده انك تعمل باتي اندكس قبل ما تبريبير اصلا حته باتي وتسيبها تنشف على السنه، هتشيلها هتشقها باكولينجوال، وبعدين بعد ما تخلص ريدكشن ترجع حته الباتي تاني وتقيم هل 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 الفرق ما بين شكل السن قبل الريدكشن واللي انا عملته ده جاب الملي او لا. باتي اندكس جادت وذ بريبريشن. دكتور الكونتاكت لما بفتحها بنزل سبجنجبل؟ مش شرط،
مش كل الاسنان الكونتاكت اللي ما بينهم سب جنجيفال، هو اصلا ما فيش حاجه اسمها كونتاكت سب جنجيفال، لانه وانس ان بقى في جنجيفا فما فيش كونتاكت اني وايز يعني. بس لا مش لازم ننزل سب جنجيفال يا دكتور. مش عايز اسيب لكم اسئله دكتور. ممكن حضرتك تقول ازاي اقدر اعمل ريدكشن فور ديستال سيرفيس سبيشن اللي هو 7؟ حاضر. طيب الثيكنس تاني عشان السؤال ده اتكرر، الثيكنس بتاع الفينش لاين يا دكاتره انتوا تقدر تستعمل تراي ان، موضوع كبير جدا. خلينا بس ملتزمين بعنوان البرزنتيشن. الدكاتره بيسالوا اسئله انا جاوبت عليها قبل كده، فارجوكم ارجعوا تاني للبرزنتيشن. دكتور احمد سعد متفضلا ومتكرما هيسيبها لكم تاني، فتقدروا ترجعوا تاني. انا عملت الكلام ده بروب، والتراي ان ده ساعتين، فهحاول بكره اقوله لكم يعني. ازاي اتاكد من تكنس الفينش لاين؟ زي ما قلت لكم التيب بتاعت الستون از مور ذان انف ايا كان السايز بتاعها، 12 13 14 كفايه قوي ان التيب بتاعتك تكون موجوده على الفينش لاين. لو انت مور بريسايز عايز حاجه بالظبط، تستعمل باتي اندكس جايدد توث بريبريشن، وموجود كتيره جدا فيديوز على اليوتيوب تقدروا تشوفوها. باتي اندكس جايدد توث بريبريشن، او زي ما قلت لك هي حته باتي وبتحطها على السنه وبتسيبها تنشف، هتشيلها تعمل لها انسرجن باكولينجوال. بعد ما تخلص الريدكشن بترجعها تاني عشان تقيم كميه الريدكشن اللي انت عملتها كفايه ولا لا. الفينش لاين بتاع الزركونيا هتكلم عنه دلوقتي. انت تقدر تعمل شولدر فينش لاين وذ ثيكنس 1 ملم، وتقدر تعمل ديب تشامبر او راديال شولدر، هنتكلم عنهم دلوقتي. طيب حته سريعه ريزيستنس اند تنشن. طيب انا هستاذنكم بس يعني هستاذنكم نص دقيقه and I'll be back. تاني ازاي اتاكد اني عامل كليرنس؟ اوكي هقول لك اوكلوزل. الكليرنس تقدروا تتاكدوا منه مش بالبروب زي ما انتم متعودين او الكلمه اللي بتتقال. المفروض ان انا افتح الكونتاكت، قلتها ورا يا دكتور. الاوكلوزل كليرنس بنتاكد بيك تو شيتس من البينك واكس، لان انتوا عارفين البينك واكس الثيكنس بتاعه 1 ملم. فلما حضرتك تحط تو شيتس وتخلي العين يعض، المفروض ان انت تتاكد ان انت كده عامل 2 ملم اوكلوس ريدكشن، او ان كيس اوف انك بتعمل
1 ملم اوكلوزر ريدكشن، ذن 1 لاير من الواكس از مور ذان انف، هتخلي العين بتاعك يعض عليها او حته باتي وتخليه يعض عليها وتقيس الثيكنس بتاعها بكاليبر. ممكن تستعمل دنتال كاليبر يعض عليها تطلع حته الباتي وتقيس السمك بتاعها لان السنه هتكون مرسومه وتشوف. الاسهل من كل ده انك تستعمل باتي اندكس جايدد توث بريباريشن، ثاني وثالث ورابع بقول لكم استعملوا باتي اندكس جايدد توث بريباريشن. خد باتي اندكس لكل سنه واقطعها باكولينجوال، وبعد ما تخلص ريدكشن حطها تاني فهتقيم لك كميه الريدكشن. هحاول بكره اعرض لكم صور الباتي اندكس جايدد توث بريباريشن، ولو انها موجوده كتير يعني مش هتغلبوا فيها ان شاء الله. طب لو في كومبوزيت ريستوريشن داخليه الميزيال ديستنت، الاسئله كتيره. طب انا هخلص واحاول اجاوب لكم على الاسئله في الاخر. طيب الريتنشن والريزيستنس مش عايز اقول لكم فيها. الريتنشن ان الريستوريشن بتاعتك ما تقعش ان ذا باكت انسرشن دايركشن، يعني انا دخلت الكراون كده مش عايز يطلع كده. الريزيستنس هو قدره الكراون انه ما يقعش ان اني دايركشن اذر ذان ذا باكت انسرشن، اللي هي اوبليك او لاترال فورسز، يعني ما يقعش لما تيجي تزقه من بره او من جوه، لكن الكراون ما يقعش كده باكت انسرشن بتاعه. ده اسمه ريتنشن. زي ما انتم شايفين في الصوره ده الفرق بين الريتنشن والريزيستنس. زي ما اتفقنا كل ما الوز بتاعتك بارلل وطويله الريتنشن بتاعك هيزيد، بس كمان كل ما الوز بتاعتك كونفرجد وحضرتك ميل ايديك ناحيه السنه الريزيستنس بتاعك هيقل، مقاومه الكراون انه يقع بتقل. خلي بالكم ان موست اوف كراونز tend to dislodge in facial direction، فالكراونز عاده بتقع باكولينجوال مش ميزوديستال. ركزوا في النقطه دي، الكراونز بتقع in باكولينجوال direction. فحضرتك لو زودت الكونفرجن شويه ميزيال وديستال علشان تظبط باسف انسرشن زي ما هنتكلم عنه قدام فهيبقى مسموح بيه، لكن باكالاند لينجوال لا. بدون الدخول في تفاصيل ريزيستنس وريتنشن خليك عارف ان كل ما تميل ايديك ناحيه السن اكتر كل ما تعمل كونفرجنس اكتر، فده معناه ان الكراون هيقع اسهل. علشان كده لما تجي لك سن اوفر كونفرجد او الدكتور اللي قبلك عامل لها كونفرجنس زياده والبيشنت جه قال لك يا دكتور الكراون واقع مني، فانت محتاج تعرف ان انت يو هاف تو ريبيلد ذيس اوفر كونفرجد توث، لازم تعمل لها ريكونستراكشن علشان تزود السيرفيس اريا فتزود الريزيستنس والريتنشن بتاعتك. اتفقنا ان الفول كفرج ريستوريشن بتديبند على الفراكشنال ريتنشن اكتر و10% بس على السيمنت. ذن ديورينج ذا تراي ان تتاكد ان الكراون بتاعك عامل فراكشن، واتفقنا انه اخر ملي بس هو اللي يكون فيه فراكشن مش هو داخل من الاول بيحك، علشان ده معناه انه تايت كاست. اتكلمنا على الحته دي مش محتاجين نضيع وقتكم. الفاكتورز اللي بتأفكت الريزيستنس والتنشن، يعني الكراون بتاع ما يقعش لو حصل ايه؟ لو حصل ان السيرفيس اريا بتاعته زياده، يعني الكراون طويل، الكراون عريض، الاباتمنت يعني، وبالتالي انت يكون عندك فرصه اكتر ان هو يقع. كل ما تزود الكونفرجنس الريزيستنس والريتنشن بتاعتك بيقلوا. ف خليك عارف according to this paper. طبعا لو حد انترستد في انه يرجع للريفرنسز يعني كونتاكت مي ابعت له ريفرنس ان شاء الله. ان الريتنشن بتاعك ممكن يقل up to 40% in case of انك زودت الكونفرجنس 15 degree. هو الالاود كونفرجنس قد ايه؟ 6 degrees. يعني بدل ما هو بارلل يكون سلايد كونفرجنس، لو كل وول مال 6% فانت 12 درجه يعني ماكسيمم كونفرجنس. لما تزود الكونفرجنس بتاعك عن 15 درجه يو ويل جين 40% ريتنشن، ودي كارثه. انت بتحصل على ماكسيمم ريزيستنس اند ريتنشن ان كيس اوف يو ميد بارلل سايد وولز. طب السؤال، هل انا اقدر اعمل بارلل سايد وولز فعلا؟ هل انا اقدر اعمل بيرفكتلي الباكل بارلل لينجوال والميزيال بارلل ديستال اف يو جيند perfectly parallel axial walls؟
ده معناه ان يو ويل جين بيرفكت ريتنشن اند ريزيستنس. بس الحقيقه ان مش ده اللي بيحصل، لانه في ريسك عالي انك بدل ما تعمل الوولز بتاعتك بارلل سايدد تعملهم سلايتلي دايفيرجنت، يعني طالعين على واسع بره سيكه صغيره. والمشكله ان طلعت الوولز لبره شويه دي بتعمل لك حاجه اسمها اندر كات. الاندر كات دي معناها انه ان في حته من تحت ضيقه اللي انت رسمت فيها الفينش لاين، لنفس الايرور اللي حضرتك بتطلع ايديك لبره لما بتستعجل على الفينش لاين. يعني انت بتبريبير مش باين فينش لاين، بتقوم مطلع ايديك لبره شويه فبتلاقي الفينش لاين بتاعك بدا يظهر. الكارثه في وجود الاندر كات في ان انت هتاخد الامبريشن عادي، مفيش مشكله، الامبريشن از ان الاستيك ماتيريال هيطلع من الاندر كات عادي. بس المشكله لما يروح لبتاع المعمل ويلاقي عندك اندر كات، مش كل المعامل هتقول لك يا دكتور عندك اندر كات مش هينفع اعمل لك عليه كراون. فهو هيعمل لك كراون بس ان كيس اوف ان حط واكس مش هيعرف يطلع الكراون من مكانه، لانه دخل في حته ضيقه الشمع ومش هيطلع من حته واسعه. ففي كارثه من الاثنين يعملوا، يا اما يقفل هو الاندر كات ده بواكس وبعد كده يحط سبريتنج ميديوم وبعد كده يبني الكراون بتاعه فيطلع عادي، بس هيطلع بمارجنز واسعه من تحت. يا اما هو يشيل من على الكاست الحتت اللي عامله الاندر كات اللي هي واسعه وبعدين يبدا يكونستراكت الكراون، فالكراون ما يدخلش اصلا في بق العين بتاعك. فوجود الاندر كات المعامل معظمها بتعمل ايه؟ بتقفل حته الاندر كات اللي تحت وبتعمل كراون، وبالتالي بيجي لك كراون وذ ان اوبن مارجن. وطبعا بما انك انت مش عامل تشيك للاندر كات فانت مش عامل مش مهتم قوي بالتفاصيل وان الكراون يكون فات او عامل فاتنج للفينش لاين بتاعك، وبالتالي هتلزق الكراون باوبن مارجن. وطبعا الاوبن مارجن ده ليه يعني كونسيكونس صعبه جدا، منها انه شلف فور ذا فود امباكتس، فممكن يعمل لك ريكرنت كاريز في الاباطمنت، ممكن توصل لاندو، ممكن يحصل له ديسوليوشن السيمنت فيحصل ديسلوجمنت، ممكن يؤدي الى الفراكتشر اوف ذا اباطمنت. الاوبن مارجن ممكن يعمل انفلاميشن في الجنجيفا وبريدونتايتس وحركات لمجرد ان حضرتك سبت اوبن مارجن كان مبني على اندر كات. فذن انت محتاج انك بعد ما تخلص البريباريشن تقعد تبص على السنه من كل الزوايا وتتاكد انها دايما كونفرجد، دايما السنه ضيقه من فوق، ما ينفعش تكون واسعه اوكلوزلي، لازم تكون بارل سايدد او ضيقه من فوق. ولما تبص عليها من فوق تقدر تشوف كل الفينش لاين بتاعك علشان تتاكد ان انت ما عندكش اندر كاتس. وتقدر كمان تستعمل بروب، انك توقف بروب بارلل تو ذا توث او اللونج اكسس اوف ذا توث وتشوف في سبيس ما بين البروب والفينش لاين ولا لا. المفروض البروب ده لامس كل الاكسيال وول او ان الاكسيال وول داخل جوه، لكن لو في حته من الاكسيال وول طالعه بره وانت لمستها بالبروب هتلاقي في سبيس ما بين البروب و التوث ستراكشر، which means انك عندك اندر كات. لما تيجي تصلح الاندر كات ما توقفش بقى بالستون تحت تاني عند الفينش لاين، انت اللي مضايقك من الاندر كات مش المنطقه اللي تحت، انت اللي مضايقك ومخلي في عندك اندر كات ان في حته فوق طالعه، يعني في حته اوكلوزل طالعه بره، فما توقفش الستون تحت عند الفينش لاين. وانت فوق اعمل سنه راونديشن then you will remove the undercut. طيب هنتكلم عن السيرفيس اريا، مش هنلغي كتير، ما تنزلش اوكلوزل كتير عشان ما تعملش اكسبوجر وعشان ما تقللش ريزيستنس وريتنشن، ما تاكلش ميزو ديستال كتير، اكتفي بالثيكنس بتاع البريباريشن بتاعتك او الريسبيريشن اللي انت بتعمله. خلي بالك دايما الانتيريور ريجن او الانتيريور تيس بيتعمل البريباريشن بتاعه على تو بلينز، دايما في سيرفايكال 1/3، دايما في انسايزل 2/3 او هاف اند هاف زي ما انت عايز تقولها قولها. دايما اللي بيأثر على الريزيستنس والريتنشن هو السيرفايكال 1/3، فوانت بتبريبير السيرفايكال 1/3 لازم ايديك تبقى واقفه بارل تو ذا لونج اكسس. بعد كده انت كده كده بتميل ايديك عشان تجيب البلين الثاني وعشان تكريت سبيس فور ذا ريستورتيف ماتيريال، بس الجزء السيرفايكال هو اللي بيأثر على الريزيستنس والريتنشن، ولذلك يو دو نوت هاف تو اوفر كونفرج حته البلاتل وول اللي هي موجوده من اول السنجلم لحد الفينش لاين، من اول السنجلم لحد الفينش لاين ده وول،
بيكون parallel to the cervical one-third of the facial surface. فلو حضرتك ميلت ايديك وانت بتبريبير البلت هيكون سهل على الكراون انه يقع، لان مفيش حاجه بتقاومه، انت عامل الوول الصغنن ده عامله كونفرجد ومايل لقدام، فالكراون لما يجي يزق لقدام مش هيلاقي له وول يقاومه. فمحتاج انك توقف الستون بتاعتك parallel to the cervical one third اللي هو موجود هنا علشان الكراون بتاعك ما يقعش. نتكلم على نقطه مهمه جدا هي الباث اوف انسرشن. محتاج بس اكونفيرم ان انتوا ستيل موجودين ومركزين. هتكلم عن الفيرل بكره يا دكتور فمش وقته دلوقتي. مزايا الديب تشامفر او الراديال شولدر او الاجريسيف تشامفر زي ما انتم عايزين تسموه، سموه الفينش الريستوريشن بيتحط على فينش لاين، الفينش لاين بيتحط على الريستوريشن، لا الفينش لاين لازم يقف على ساوند تو ستراكشر. الديب تشامفر انا هقوله دلوقتي، بس هو عنده ميزه ان عنده راوندد انترنال لاين انجل in addition to ان هو conservative، يعني هو التكنس بتاعه التكنس بتاعه 0.8 ملم، فهو مور كونسرفاتيف ذان ذا شولدر which is 1 ملم كامل، والانترنال لاين انجل اللي هي الزاويه الداخليه بتاعته rounded in comparison with the shoulder finish line 90 degree. فدايما الديب تشامفر بيتغلب على الشولدر في في الريستوريشن سواء كانت جلاس سيراميك او زيركونيا. accepted لو الوول more than one wool failure will increase. اوكي لا ما بتفرقش نوع الستون، ما بتفرقش نوع الستون. دكتوره اللي اسمها dentist SUE اسئله حضرتك يعني عميقه شويه وكتيره حبتين. ينفع يا فندم، ينفع يكون على وول واحد in case of ان حضرتك بتعملي restoration لمولر والمولر ده عنده two intact line angles وال defect موجود proximal to one wall. دي إجابة سؤال، إنه يكون عندك تاني مولر عنده two intact line angles ال defect موجود proximal مش buccal and lingual، تقدري توقفي الفينش لاين بتاعك على كومبوزيت. ده الاكسبشن الواحد الوحيد اللي تقدري توقفي فيه الفينش لاين على كومبوزيت. تقدري يا دكتوره طبعا تستعملي شولدر، او الدكتور اللي بيسال شولدر طبعا تقدر تستعمل شولدر عادي، مش نوت انديكيتد ولا حاجه، تقدر تستعمل شولدر هيديك ثيكنس هو ليست كونسرفيتيف، بس يعني تقدر تستعيد او تعوضه بالديب تشامبر. طيب الباث اوف انسرشن، الباث اوف انسرشن الكراون هيدخل ازاي؟ بمنتهى البساطه الكراون بسيط، تو اوبوزنج وولز ميزيال وديستال كونفرجد، باكال ولينجوال كونفرجد، الكراون بتاعك الكراون الواحد ما فيهوش مشكله. بنعمل تشيك ازاي؟ بتشيك بعين واحده وان اي، وهتبعد عن البيشنت بتاعك 30 سم وتبص بعينيك وتاكد ان الميزيال بارلل ديستال وذ سلايد كونفرجنس اند باكال اند لينجوال parallel with slight convergence. ما فيش مشكلة كتيرة في single crown path of insertion. يبقى أنا عشان أضمن crown بتاعي يدخل يكون mesial parallel distal with slight convergence وبقل parallel lingual with slight convergence بعين واحدة 30 سم خلاص. وتقدر تعمل check بالميرور. هتبص بالميرور لو أنت في الأبر، هتبص بالميرور تتاكد ان الميزيال بارلل ديستال وباكال بارلل لينجوال وذ سلايد كونفرجنس، وتكون شايف كل الفينش لاين. ما ينفعش تكون ما عندكش زاويه في الميرور مش قادره تشوف الفينش لاين كله، ده معناه ان في عندك اندر كات. هتيجي عند الحته اللي مضيعه الفينش لاين بالستون وتعملها راونديشن تاني، مش لازم تقف عند الفينش لاين، انت مش محتاج حاجه من تحت، انت محتاج حاجه من عند الاوكلوزف سيرفيس تعمل راونديشن. فينجر سبورت هنتكلم عنه في البريدج. طيب لو انا عايز اتاكد من البريدج بتاعي ان عنده كومن باث اوف انسرشن، البريدج بتاعي في اربع قوانين كده بنقولهم علشان تظبط اي باث اوف انسرشن للبريدج عندك تو ابطمنتس عايز تظبط باث اوف انسرشن. هنقول حاجات كده يعني فيها عشان تفتكروها يعني.
هم 4 قوانين. أول قانون بيقول إن الميزيل لازم يكون بارلل الميزيل، وتاني قانون بيقول إن الديستل لازم يكون بارلل الديستل، وتالت قانون بيقول القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب. طبعا دي أغنية للفنانة نجاة الصغيرة. ورابع قانون بيقول صاحبك اللي بيجي معاك ما بتزعلش منه. أنا عارف إن الموضوع قد يبدو فكاهي، عشان تحفظوهم يعني. هنطبق هنا على السكرين. الميزيل لازم يكون بارلل ميزيل، يعني ده الميزيل بتاع الفور او ده الفايف، ده ميزيل الفايف وده ميزيل السفن. يبقى انا عندي لازم الميزيل ده يكون بارلل الميزيل ده. صعبه؟ مش صعبه. بداية احنا هنتكلم على كل سنة لوحدها، ده في parallelism with a slight convergence وده في parallelism with a slight convergence، فما فيش صعوبة في الموضوع. طيب هنيجي هنا، انا عايز الميزيال ده يكون parallel الميزيال ده. انا دلوقتي عايز اعمل path of insertion للبريدج، يعني انت خلصت reduction ده لوحده وده لوحده، عايزين نظبط path of insertion بقى، هنعمل ايه؟ كمان الديستال ده بيكون parallel الديستال ده، يبقى انا ميزيال parallel الميزيال وديستال بارلل ديستال. التو وولز القريبين لبعض اللي هم ديستال الديستال الفايف وميزيال السفن لازم يكونوا دايفرج، طالعين على واسع كده، فهتلاقوا ان هم فعلا دايفرج، هم بعاد عن بعض. فده القانون اللي اسمه القريب منك بعيد، والبعيد عنك لازم يكون قريب. يعني التو وولز البعاد عن بعض دول اللي هي دي الديستال بتاعه السفن والميزيال بتاعه الفايف لازم يكونوا converged او داخلين على بعض. يبقى انا كده ميزيال بارلل ميزيال، ديستال بارلل ديستال، التولز القريبين يكونوا بعاد عن بعض، بعاد يعني طالعين diverged، والتولز البعاد يكونوا converged. في المرحلة دي انت مش تحتاج القانون الرابع اللي هو بتاع صاحبك اللي يجي معاك ما تزعلش منه، هخليه بعد ما اخلص دي. يعني يقول لي كده دكتور احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل بريدج، بنعمل ايه؟ هتخلص الريدكشن بتاع الفايف عادي خالص مالكش دعوه بالسفن، خلص الريدكشن بتاع السفن عادي خالص مالكش دعوه بالفايف. وبعد كده انت عارف ان السمولست ابارتمنت هي اللي بتجايد الباث اوف انسرشن، يعني احنا ما بنجيش على حساب الصغيره عشان الكبيره، دايما الكبير ده العائل هو اللي احنا بينفع نيجي عليه شويه، لكن الصغير ده دايما مخه على قده كده، لو لعبت في الولز بتاعته اعمل اكسبوجر واعمل كارثه. فاحنا اللي سمولست ابارتمنت هو اللي هيليد او هيقود الباث انسرشن. فاحنا هنعمل ايه؟ هنمسك الميرور بتاعتنا وبعدين نقعد نحرك في الميرور لحد ما نشوف الزاويه اللي مخلياني اقدر اشوف الفايف كله بالفينش لاين بتاعه. يبقى انا خلصت الفايف لوحده وخلصت السفن لوحده، هحط المرايه عند الفايف واقعد احرك بالمرايه كده لحد ما اقدر اشوف الفايف كله على بعضه كده. شفت الفايف كله على بعضه؟ ارجع بالمرايه بنفس الدايركشن بالفنجر اللي انت شفته بالصوره اللي فاتت ده عند البلد كده لحد ما توصل بنفس الزاويه للسفن، وبص على السفن هتلاقي في حاجات في السفن اختفت. السفن ده لوحده انت كنت باصص في المرايه شايفه كله، which means ان انت تقدر تركب عليه كراون، هو لوحده عنده باث اوف انسرشن والفايف لوحده عنده باث اوف انسرشن، يعني عايزين نظبطهم مع بعض بقى. فهتبص على الفايف الاول، الفايف هو الاهم، الزاويه من المرايه اللي هتوريك الفايف كله زي ما هو هترجع بيها زي ما هي كده لحد السفن، هتلاقي في اجزاء في السفن اختفت. امسك الستون بتاعك واعمل لها راونديشن، ما توصلش عند الفينش لاين، انت مشكلتك اوكلوزال 1 3، هتعمل سنه راونديشن وترجع تاني للفايف. بصيت هي دي الزاويه مظبوط كده، ارجع تاني للسفن ظبطت بس في حته كمان، هتزود حته كمان وارجع للفايف اظبط المرايه تمام، هرجع تاني للسفن هي دي، لحد ما لما تبص في المرايه بتاعت الفايف تشوفه كله وبنفس الزاويه ترجع للسفن تشوفه كله، then you have your path of insertion. هتلاقوا الصوره قدامك اهي، تظبط المرايه عند الفور او الفايف ترجع بيها بنفس الزاويه عند ال 7 لحد ما تشوفه كله، then you have a path of insertion.
طب ايه القانون الرابع بتاع صاحبك اللي يجي معاك ما تزعلش منه؟ ده كان بيدرس لكم على اساس انه لونج ستاندنج ايفينشلس اريا ميس توور 6، وكنتوا بتلاقوا فيه ان ال7 بيتلت شويه، فبتلاقوا الميزيال وول بتاع ال7 تلتد كده، بيكون عندك الصعوبه في الباسف انسرشن بتاعك في الوول دايما اللي مايل ده. طب الوول الديستال بتاع ال7 اللي هو الديستال اللي مال ده، هل الوول ده بيعمل لك مشكله؟ هتلاقوا انه ما بيعملكش مشكله ولا حاجه. لو جيت تطبق قانون الباث اوف انسرشن على السيتويشن ده بتاع ان انا خالع لور 6 وقعد لونج ستاندنج ايدنشلس اريا وال7 مال، لو جيت تطبق ان الميزيال يكون بارالي ميزيال والديستال بارالي ديستال والتولز القريبين بعاد والبعاد قريبين مش هيتطبق، هتلاقي ان الميزيال ده جاي كده لكن ميزيال ال7 جاي عكسه، جاي عكس اتجاهه. يعني الميزيال ده بيميل شويه كده، المفروض الميزيال ده يميل شويه كده زيه، لا هتلاقيه جاي عكس اتجاهه. طيب بالنسبه للديستل، الديستل بتاع الفور او الفايف هتلاقوه جاي شويه ناحيه الميزيال، جاي كده. طب الديستل بتاع السيفن المفروض يكون بارلل ليه، لا هو جاي بارلل وزياده، يعني مايل شويه. هل الوول ده هو اللي بيضايقك؟ الحقيقه انه لا، وده اللي انا سميته لكم في القانون الرابع بانكم تقولوا صاحبي اللي بيجي معايا انا ما بزعلش منه، هو جه في نفس اتجاهه بس زياده، جه في نفس اتجاه الديستل بس زياده. مين الغول اللي تزعل منه؟ اللي جه في عكس اتجاهك، اللي هو دايما وابدا بيكون الميزيال بتاع السيفن اللي هو الديستل لللونج ستاندنج ايدنشلس اريا، بتلاقوه جاي عليك كده. فانت بقى تقعد تبص كده تقول هو ده هيكسبوز مني ولا لا؟ هو ده انا ادخل بيشنت في اندو لان انا محتاج اعدل الوول ده؟ وفي الحقيقه انه في سيتويشنز فعلا بيدخل، بس ما تنخدعش بالاكس راي، لازم تيفالويت كلينيكال مش بالاكس راي، ما تعملش ايفالويشن بالاكس راي. وطبعا ليه حلول كتيره جدا لا يتسع المقام لذكرها عشان كمان ما اطولش عليكم، زي الانلاي سبورتد فيكسد بارشال دنشر، او انك تعمل اورثودونتك تريتمنت والاينمنت قبل ما تبدا البريدج بتاعك، او الحل الاسهل والابليكابل في العياده بتاعتك انك بتعمل اندو او بتقول للبيشنت خلي بالك عشان اعرف اعمل لك ترتيبه هنا، انا السيفن ده بتاعك هيدخل في اندو. ليه؟ مش علشان هو محتاج اندودونتك تريتمنت بكارز، بس ده اسمه انتنشنال اندودونتك تريتمنت، انت داخل عامل له اندو بقصدك علشان انت حاسس لنسبه كبيره انه هيكسبوز. فتاني القانون الرابع بيتنفذ في حالات التلتنج الجامد، وهو ان الوول اللي بيجي معاك اللي في نفس اتجاهك ما بتزعلش منه. فلو كان الديستال بتاع في السيتويشن اللي احنا بنقوله ده، لو اللور 6 مخلوع بتلاقوا ال5 واقف زي ما هو وال7 جه كده، الديستال بتاع ال7 ده ما بيضايقش ما دام جاي في نفس اتجاه الميزيال او الديستال بتاع ال5، جاي في نفس اتجاهه بس زياده ما بيزعلش. اللي بيزعل هو الوول اللي جاي في عكس اتجاه اخوه اللي هو الميزيال بتاع ال5، ميزيال ال5 جاي كده، ميزيال ال7 جاي كده. وبما ان احنا اتفقنا ان ال5 هو اللي هيليد الباث اوف انسرشن، فانا هاجي على ال7 مش على ال5، انا هزود ريدكشن في ال7 عشان اعدل الوول مش في ال5، او ان انا استعمل انلاي سبورتد فيكسد بارشال دنشر، هنتكلم عنه بكره ان شاء الله في الاول سيراميك ريستوريشن. خلاص يا دكتور انا فهمت، انا هزود الكونفرجنس بطريقه رهيبه ميزيال وديستل، وكده انا هيبقى عندي مالتيبل باث اوف انسرشن، الكراون والبريدج هيخشوا بسهوله جدا. فارجع اقول لك انه ذا ريستوريشن ذات هاد مالتيبل باث اوف انسرشنز عندها مالتيبل باث اوف ريموفال، which will decrease massively the longevity بتاعت الريستوريشن بتاعتك. فطبعا لا، المفروض انك مينيمال كونفرجنس على قد ما تقدر، تتاكد بس ان الوولز بتاعتك زي ما اتفقنا ميزيال بارال ميزيال ديستال بارال ديستال، اي تولز قريبين يبقوا بعاد، اي تولز بعاد يبقوا قريبين على بعض، وما تاكلش من الوول اللي جاي معاك بزياده انت مش محتاج، ده مش هيضايقك اصلا في الباث اوف انسرشن. نو باث اوف انسرشن مينز ان انت عندك اندر كات، واتفقنا ان احنا لو هنشيل من الاندر كات عشان نعدل الوول هنشيل من الحته العاليه اللي فوق، مش هنشيل من تحت، لان انا ما عنديش مشكله في الفينش لاين، انا اوريدي خلاص عملت ريدكشن، انت محتاج تشيل الحته دي العاليه. خلاص اتكلمنا على الكومن باث اوف انسرشن، ده انكومن باث اوف انسرشن مش علشان التولز القريبين بعاد، ولكن علشان البعاد بعاد، يعني هنا ميزيال السنه دي وديستال السنه دي بعاد برضه، لا انا عايزهم يبقوا ايه؟ كونفرجد عشان اعرف اجيب باث اوف انسرشن.
اتكلمنا على البريدج فات كونسرشن خلاص. السبيشال كيس اللي ممكن تضايقك فيه الكراون بليسمنت هو ان يكون الاباتمنت نفسه مايل، الاباتمنت مايل. فلو انت عملت بريبريشن بارل تو ذا لونج اكسس النيبرنج توست تضايقك زي الصوره دي كده، الاباتمنت نفسه مايل. فلو حضرتك عملت ريدكشن بارل تو ذا لونج اكسس هتلاقي ان الكراون مش قادر يدخل. في المرحله دي انت بتزود كونفرجنس في الميزيال بتاع السيكس زي ما انت شايف. اي نعم بتزود كونفرجنس، فيا دكتور انا لما ازود كونفرجنس اقل ريزيستنس وريتنشن، بس انت محتاج انك تحط كراون لايك ان السنه دي تكون اندودونتيكلي تريتد او ماسيفلي ديكيد او بتسموها ميوتيليتد توث، يو هاف تو كراون ات. فانت بتزود الكونفرجنس بتاعها على عكس انها parallel to the long axis، انت بتخليها كمان to consider the neighboring teeth انها تكون كمان in parallelism معاهم عشان تعرف تدخل crown. ما تميلش الستون تعمل reduction وبعدين تقول لي يا دكتور اصل ده parallel long axis. لا يعني you have to consider the neighboring teeth كمان معاك. المارجن انتجريتي اللي هو الفينش لاين، يعني كلمه مارجن هو الحافه بتاعت الكراون والفينش لاين هو الخط النهائي اللي انت بترسمه على السنه. فانت محتاج ان دايما المارجن ياكوموديت الفينش لاين، الاثنين يكونوا متناسقين مع بعض. واتكلمنا عن الفينش لاين، قلنا انه يبقى ويل ديفايند مارجن، وقلنا انه يبقى ايفن ان ثيكنس كونتينوس وسموث، يعني مفيش حته يكون فيها الفينش لاين مش ظاهر، والا انت هتسمح لبتاع المعمل انه يخترع لك فينش لاين which will lead to كارثه، يا اما يعمل لك شورت مارجن، يا اما يعمل لك اوبن مارجن، يا اما يعمل لك اوفر اكستندد مارجن، ودول كلهم هيؤدي الى انكمبليت سيتنج اوف ذا ريستوريشن، وهحاول بكره اتكلم عنها في التراي ان ان شاء الله. طبعا تقدر تستعمل اند كاتنج ستون اللي بتقطع من التيب بتاعتها سيف سايدد، مش بتقطع من على الجنب، بتقطع من التيب بس، وحاول انك ما تدخلش بيها لجوه قوي علشان ما تعملش اندر كات صغير ما تبقاش واخد بالك منه. ودو نوت اوفر فينش، يعني ما تعملش فينشنج زياده. تقدر تستعمل تيبر دي سون وذ فلات اند او تيبر دي سون وذ راوند اند ريد كودد زي ما اتفقنا علشان اقطع في التوس ستراكشر. You have to follow the contour of the gingiva. انت عارف ان buccal and lingual the gingiva is concave، then ما تعملش finish line straight. You have to follow the gingiva. هي buccal and lingual concave فانت امشي معاها concave. هي proximal convex فانت امشي معاها convex عشان ما تعملش انجري للجنجفا او الانتردنتال بابيلا، مع احترامي لدكاتره البيريو طبعا بيخافوا من كلمه بابيلا دي. فانت يو هاف تو بروتكت ذا انتردنتال بابيلا. يبقى انا buccal and lingual ما تمشيش باللاين بتاعك ستريت، انزل concave convex concave convex طول ما انت ماشي concave convex على حسب السايت بتاعك. locate the finish line at the appropriate level. لو انت posterior وعندك crown بتاعك length لطيف then you can make supragingival finish line. وطبعا تقدر تعمل sub gingival finish line in case of ان انت عندك short clinical crown مثلا، فانت محتاج تنزل sub gingival عشان تزود resistance و retention. ما تنساش تفتح الكونتاكت، اتكلمنا عن فتحة الكونتاكت كفاية مش محتاج ان انا اسردها تاني، والدكاترة اللي سألوني كتير عن فتح الكونتاكت يرجعوا تاني الاول لايف ان شاء الله. يعني دكتور احمد سعد هيسيبها لكم باذن الله. طبعا دي ديفكتيف مارجنز بعدين نبقى نتكلم فيها تاني. زي ما اتفقنا الفينش لاين السوبر جنجيفال ات از ستاندرد فينش لاين 0.5 ملي ابوف ذا جنجيفا بريبير عادي، انت بعيد عن الجنجيفا اتس موست بايولوجيك عادي، بس مشكلتك ان انت في الانتيريور يو هاف تو جو ايكو جنجيفال او سب جنجيفال فينش لاين. الحاجات اللي هتخليك تنزل سب جنجيفال فينش لاين يا اما اثاتيك ديماند لايك ذا انتيريور ريجن، مش محتاج المارجن بتاع الريستوريشن يبان وبالتالي انت هتنزل سب جنجيفال. لو عندك class 5 composite restoration and then you have to cover this composite restoration then you have to go for the subgingival. برضو علشان انا السؤال اللي سالته الدكتوره ما ينفعش اوقف finish line على restoration then I have to gain sound to structure then I have to gain more subgingival وبالتالي اعمل finish line على sound to structure فانزل subgingival. In case of ان الكونتاكت بتاعتي located more gingival not subgingival then you have to after opening the contact relocate the finish line to be subgingival علشان غصب عني خلاص بفتح contact فانا هودي فين الفينش لاين لازم انزل subgingival. لو عندك short clinical crown you have to go subgingival.
علشان تزود لينث للريستوريشن. طبعا كلمه شورت كلينيكال كراون، اي كراون انتيرير ليس ذان 3 ملم بوستيرير ليس ذان 2 ملم از كونسيدرد از شورت كلينيكال كراون. الشورت كلينيكال كراون ليه كونسيدريشنز كتيره، لازم تستعمل فيه ريستوراتيف ماتيريال كونسرفاتيف لايك ذا مونوليتيك زيركونيا. سوري عشان زوري تعبني من كتر الكلام. محتاج تنزل فيه سب جنجيفال علشان تزود الاوكلوز جنجيفال هايت. محتاج تشيل الانتردنتال كول اللي بيبقى موجود بعد الاكستراكشن علشان الكونكتور اريا بتاعتك ما تتكسرش. تفصيل مش وقتها بس عشان لو الناس تلقطها يعني. الفينش لاين الدكاتره سالوني عليه، مش عايزين نرغي فيه كتير. الشامفر ده احنا بنستعمله مع اللامينيت بنيلز دلوقتي، ما اظنش حد فيكم هيعمل فول ميتال كاست كراون مثلا عشان اقول له اعمل شامفر فينش لاين. بيتعمل بتيبر ديستون وذ راوند اند، التكنس بتاعه 0.5 ملم، وبندخل بيه نص التب بتاعت الستون، نص تب الستون مش كلها، عشان لو دخلت بالستون كلها هتعمل انامل ليب بره اللي هي حاجه مثلثه كده، and this enamel lip will lead to fracture of this unsupported enamel tooth structure. فده بيعمل لك مشاكل بعد كده، بتكون شلف، بتعمل كاريز كده. فلو حضرتك استعمل تيبر ستون وذ راوند اند، نيفر نيفر تو انتر وذ اول ذا ثيكنس اوف ذا ستون. ليه؟ عشان ما تعملش انامل ليب اللي هي الدايره اللي هتكون واخده شكل الستون بتاعتك، فهيكون في حته بره من الانامل ان سبورتد، ودي طبعا بتتكسر. ان كيس اوف ان حضرتك عملتها بتشيلها يا باند كاتنج فينشنج ستون، يا اما بانامل هاتشت، يا اما تيبرد وذ فلات عادي زي ما انت، بس ما تدخلش بيها لاخر الاكسل وول علشان هتبقى انت حولت من الديب تشامبر اللي انت عايز تعمله او التشامبر لشولدر، فانت ما استفدتش حاجه. يبقى انا لما ادخل بتيبر ديسون وراوند اند مش هدخل بالفول ثيكنس عشان ما اعملش انامل ليب. لو لقيت انك عملت ريدكشن عملت انامل ليب لازم تشيلها قبل ما تاخد الامبريشن بتاعك. الشامفر فينش لاين زي ما اتفقنا دلوقتي احنا بنستعمله بس مع اللامينيت فينش. الشولدر فينش لاين بيتعمل بتيبر ديسون وذ فلات اند او انتوا بتسموه تي اف. التيبر ديسون وذ فلات اند بيعمل شولدر او كتف، شولدر يعني كتف يعني زاويه 90 درجه، بيديك ثيكنس كفايه للريستوريشنز بتاعتك، بس it still has a stress concentration area. فهو عنده advantage وعنده disadvantage، هيديك ثيكنس كويس بس هو مش conservative وعنده stress concentration area. الثيكنس بتاعه بيبقى 1 ملم، بيتعمل بتيبل سونوز فلات اند. الراديال شولدر ممكن تقرا ان هو اسمه ديب تشامفر او اجريسيف تشامفر، ان كان كلهم نفس الحاجه. الراديال شولدر هو الاجريسيف تشامفر هو الديب تشامفر، بيتعمل بحاجه اسمها راديال فيشر بير. الثيكنس بتاعه 0.8 فمش بتدخل بالستون كلها. بيتعمل مع كل انواع الريستوريشن، ينفع تعمل في السيراموميتال، ينفع تعمل في الزيكونيا، ينفع تعمل في الاي ماكس او الجلاس سيراميكس. هو اقل من الشولدر في التكنس، مور كونسرفاتيف يعني، والانترنال لاين انجل بتاعته راوندد مش شارب زي الـ الشولدر. فهنا في الصوره حضراتكم تقدروا تلاحظوا الفرق بين الشولدر مارجن which is 90 ديجري انجل او الفيدر او الشامفر فينش لاين. هو نفس شكل الديب تشامفر، الديب تشامفر اكتر شويه 0.8. فدايما هتلاقوا في البيبرز والكلام ده الناس بتتكلم على الديب تشامفر احسن من الشولدر يعني. الاي ماكس ينفع يتعمل بالاثنين عشان الاسئله بس، الزركونيا ينفع يتعمل بالاثنين عادي، ينفع تعمل شولدر وينفع تعمل ديب تشامفر. هتلاقوا ان يعني الناس الاكاديميين هيقولوا لكم انه دايما الانجلز راوندد مور ادابتبل على التو ستراكشر، دايما الريستوريشنز تادابت اكتر على الحاجات الراوندد، فدايما هتلاقيهم بيميلوا انهم يقولوا لكم اعملوا ديب تشامفر فينش لاين سبيشالي مع الجلاس سيراميكس. يعني لو حضرتك تعمل كراون اي ماكس اي وود بريفير ذا ديب تشامفر ذان ذا شولدر. ليه؟ عشان الشولدر عنده ستريس كونسنتريشن اريا، هيديني شكل حلو بس عنده ستريس كونسنتريشن اريا. البيبر دي ممكن برضو تسأل يعني، ابقى ابعت لكم لو حد انترستد انه يشوف الريفرنس بتاعها.
هتلاقوا انها بتفضل عملوا اسنان كتير فلات وشولدر ولا فلات وديب تشامفر. المهم انهم لقوا في الاخر ان في شيب وذ ديب تشامفر فينش لاين هاز ذا بيست ادابتيشن اند ذا بيست فراكشر ريزيستنس. فما تعملش فلات زي ما اتفقنا، في شيب اوكلوز سيرفيس، ما تعملش شولدر، اعمل ديب تشامفر ان كيس اوف انك قادر تعمل كده. الاستراكشر ديورابيلتي يعني انت عايز الريستوريشن بتاعتك تقعد فتره طويله قد ايه. لازم تعمل ادكوت ثيكنس زي ما اتفقنا، ما تعملش حاجه رفيعه. افويد شارب انجلز، الشارب انجلز لازم تعمل لها راونديشن سواء لاين او شارب انجل. دي بتؤدي الى الفراكشر اوف ذا ريستوريشن اسرع، وخصوصا مع السيراميكس سواء كانت زيركونيا او اي ماكس، سبيشالي ذا جلاس سيراميكس لايك ذا اي ماكس اند فيلد سباسيك بورسلين او اي بي اس امبرس. ليوسايت بيزد سيراميك بكره اكلمكم عنهم. اي شارب انجل هتكسر لك الريستوريشن بتاعك. انف اوكلوزال كليرنس، عشان احنا عارفين الانف اللي مش اوكلوزال كليرنس كفايه بيعمل ايه. اند ذا فانكشنال كاسب بيفل، الفانكشنال كاسب بيفل دي حاجه بتتعمل على البوستيريور تي سواء كانت ابر او لور. الفانكشنال كاسب هو البالاتال كاسب بتاع الابر والباكال كاسب بتاع اللور. الفانكشنال هم الكاسبات اللي بتعض، الكاسبات اللي بتعض هم البالاتال بتوع الابر والباكال بتوع اللور. طيب البكل بتاع الابر فايدته ايه؟ فايدته انه بيريتراكت التشيك ديورنج ماستيكيشن، فلو العيان بعد ما انت عملت له تركيبه قال لك انا بعض خدي، فاعرف انك عامل له اندر كونتورد بكل كاسبس اوف ابر ريستوريشن، لان وظيفتهم مش عض، وظيفتهم انهم يزقوا خده. فوانس ان هو بدا يوقع خده ما بين الريستوريشنز، فده معناه ان انت عامل اندر كونتورد بكل كاسبس اوف ابر ريستوريشن. طيب اللور تيس الفانكشنال كاسب مين اللي الدروس الكاسبات اللي بتاكل؟ البكل. طب اللينجوال فايدتهم ايه؟ انهم بيريتراكتوا التنج، فلو العيان بتاعك قال لك انا بعض على لساني بعد التركيبات، اعرف ان انت عامل اندر كونتورد لينجوال كاسبس اوف يور لور ريستوريشن. طيب يبقى الابر بالاتال واللور بكل دول الفانكشن. نعمل ايه بعد ما تخلص اوكلوزر ريدكشن ايا كان نوع الريستوريشن اللي انت بتعملها، سواء كانت سيراموميتال اي ماكس او زيركونيا ايا كان. بعد ما تخلص الاوكلوزر ريدكشن بتاعك عادي خالص، امسك الستون بتاعتك، خلي التيب بتاعتها في الهواء عشان ما ترسمش فينش لاين، وابدا اعمل بيفلنج او شطفه كده 45 درجه من نص البروكسيمال، اطلع بالاتال 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 نص البروكسيمال. مش حضرتك بتقول ان الفانكشنال كاسب ده موجود بالاتال، ليه بنطلع من نص البروكسيمال؟ لان البالاتال كاسب ده عنده جزء ميزير زي ما هو عنده جزء ديستال، فالكاسب ده مش حاجه بالاتال بس، هو ليه بلين موجود ميزير. فانت بتبيفل الزاويه دي، الاوكلوزو بالاتال لاين انجل، يعني من الاخر الكاسبات بيبقوا طول بعض، بس البالاتال كاسب مشطوف معمول له زاويه، مش تاثر الكاسب من فوق، لا هي موجوده بالاتال. فانت هتقطع بالستون مايل 45 درجه من نص البروكسيمال لحد نص البروكسيمال الناحيه الثانيه علشان تعمل بالاتال فانكشنال كاسب بيفل. ده فايدته ايه؟ انه بيزود التكنس بتاع الريستوراتيف ماتيريال في الحته دي، علشان دي الحته اللي انت هتعض عليها. فبما انك عايز تزود التكنس فيها عشان هي اللي الحته اللي انت هتعض عليها، فانت محتاج انك تريديوس لها زياده، والا هتجيب التكنس ده منين؟ انت بتخلص الاوكلوزر ريدكشن، او سواء لور بتخلص الاوكلوزر ريدكشن، بعد كده تميل الستون مايل على الاوكلوزو باكال لاين انجل. تاني باكد اوكلوزو باكال لاين انجل، نوت اون ذا اوكلوزل، نوت اون ذا اوكلوزل. بتميل ايديك لقدام من نص البروكسيمال، تشطف كده 45 درجه، الريدكشن بتاعه بيكون 0.5 ملم، وبيكون طوله 2 مللي، مش تشطف الوول كله، بيكون طوله 2 مللي والدبث بتاعه 0.5 ملم. الكومن ايرورز كتجميع الاوفر ريدكشن، لو جالك عيان عنده اكسيال او كلوزر ريدكشن، اوفر ريدكشن ده العيان هيجي لك يقول لك يا دكتور انا ركبت كراون وقع مني بعد اسبوعين، فده ولا فيلير سيمنتيشن ولا حاجه، ده فيلير بريباريشن، مفيش الكراون مش بيحك في السنه. فالحل بتاعك على حسب كميه الاوفر ريدكشن، بتيجي من انك تزود كنت الدكتور اللي قبلك عامل سوبر جنجيفال هتنزل سب جنجيفال، مش معمول له اندو فاعمل له اندو بوست كور، او عامل ماينوت اكسبوجر فانت محتاج تعمل اندو، او يو كان ميك ان ادد اباتمنت، ممكن تلزق او تعمل سبلنتنج للكراون ده في النيبرنج.
فنبدا من اول الاكسل او كلوزر ريدكشن هيؤدي الى ايه؟ الاكسل ريدكشن الزياده هيؤدي الى الم للعيان ويكنس للاباطمنت يو مي ليد تو ماينوت اكسبوجر. الاوكلوزال اوفر ريدكشن نفس الكلام هيقلل السكسس ريت بتاع الريستوريشن بتاعتك، هينزل اكتر ناحيه البلب، العين بتاعك هيتوجع. How to avoid the over reduction؟ اعمل body index guided tooth preparation او التزم بالتب بتاعت الستون. مين الاكثر conservative؟ الديب chamfer more conservative than the shoulder. In case of ان جات لك سنه معمول لها over reduction قيم كميه الاوفر ريدكشن، هل هو عامل سوبرا جنجيفال بتنزل انت سب جنجيفال اند ذاتس ات، ولا هو عامل ماسيف اوفر كونفرجن then you need to put on post وتبدا تبني عليها تاني، ولا السنه اللي جنبك مثلا معمول لها اندو فتعمل لهم سبلنتنج في تركيبه واحده. وعلى فكره اسمه سبلنت ما اسموش بريدج من غير بونتك، اسمه سبلنت. سبلنت يعني السنتين ملحومين في بعض. البريدج اللي فيه بونتك، طول ما مفيش بونتك ما اسموش بريدج. طيب اندر ريدكشن، انت جات لك سنه اندر ريديوس تقدر تعرفها من شكل الكراون، الكراون بلجي اوفر كونتور، فتعمل ايه؟ اعمل ريدكشن، يعني اعمل كميه ريدكشن مظبوطه، اعمل تشيك بقى بالطريقه اللي انت عايزها علشان يعمل لك بروبرلي كنترولد ريستوريشن، مش اوفر كنترولد ولا اندر كنترولد. خلي بالك الاوفر كنترولد ريستوريشن شكلها وحش وبتجمع اكل تحتها، وقول بقى السيكولا بتاع تجميع الاكل من كاريز، من جنجيفايتس، ديسولوشن للسيمن، بلا بلا بلا. الاندر كنترولد ريستوريشن شكلها وحش وبتعمل امبنجنج للفود على الجنجيفا، وده بيؤدي برضو الى جنجيفايتس واتسترا يعني. طيب الاوفر كونفرجنس نفس مشكله الاوفر ريدكشن، الاوفر كونفرجنس بيوقع الريستوريشنز بسرعه، كراون مش هيقعد في مكانه. انا ازاي عملت اوفر كونفرجنس؟ ان انا ميلت ايديا شويه على السن، ميلت ايديا ما عدلتش الولز عدله، سرحت وانا شغال. هاو تو افويد، دايما قلت لك وانت بت بريبير عينيك على التب عشان التب هي اللي بترسم الفينش لاين وتفول الجنجيفال كونتور، وعينيك على الانجيوليشن ايديا طالعه ولا داخله. اديك لو طالعه لبره تعمل اندر كات، لو داخله لجوه تعمل اوفر كونفرجنس والكراون يجي لك واقع. طب لو جالي هو عنده اوفر كونفرجنس نفس تقييم الاوفر ريدكشن، هل السنه دي ابنيها كومبوزيت ولا هتحتاج بوست وكور عشان اعرف احط كومبوزيت ويريتين اتسلف؟ وطبعا دكتور احمد سعد كلمكم في الكومبوزيت وازاي يقدر يمسك نفسه، او ات نيد سبلنتنج. الاندر كات هيجي لك ازاي؟ الاندر كات يعمل ايه؟ يعمل اوبن مارجن ببساطه، او ما يدخلش ريستوريشن اصلا. هاو تو افويد الاندر كات، ان اعمل تشيك عندك ميرور اتاكد ان كل الفينش لاين بتاعك باين، انك قادر تشوف الوولز كلها من كل الزوايا. استعمل بروب وتاكد انت دايما بارل وذ سلايد كونفرجنس. لو جالك اندر كات اتفقنا ان احنا هنشيل من فوق، مش هنشيل من عند الفينش لاين، مش من مكان الفينش لاين مش هنشيله، هنشيل من فوق بس عشان واخد تاني طبعا impression. اخر حاجه الانديفينيت فينش لاين irregularities، هيعمل لك irregularities عند المارجن، هيعمل لك مشاكل في discrepancies، هتجمع اكل، وطبعا dissolution للسيمنت وبلا بلا بلا. How to avoid make finishing to the finish line، اتاكد الفينش لاين بتاعك smooth و even و rounded وما فيهوش irregularities قبل ما تاخد الimpression بتاعك. بكده احنا نكون خلصنا البرزنتيشن الخاصة ب ال principles of tooth preparation. أرجو إنكم تكونوا استفدتوا. طبعا البرزنتيشن خدت مني ساعة ونص مع إن أنا بتكلم بسرعة جدا، ف يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوناش من دعائكم لينا. وطبعا بشكر إن أنتوا اديتوني من وقتكم علشان اقدر افيده. طبعا انا يعني زوري وجعني من الكلام، فانا يعني انا هحاول اجاوب على الاسئله اللي انتوا هتكتبوها في اللايف بكره ان شاء الله. up till now انا بشكركم و بايت ريجستريشن. دكاتره انتوا بتسالوا اسئله فيها مثلا ساعتين ثلاثه شرح، يعني اعذروني. التراي ان يعني مش عارف اعمل ايه يا احمد، يعني ايه اسيب المحاضره شويه؟ يعني اعمل ايه؟ ثانك يو
ثانك يو كل الدكاترة اللي كاتبين لي ثانك يو، أنا اللي ثانك يو، واتشرفت جدا بيكو، ويا رب تكونوا استفدتوا. دكتور أحمد سعد كاتب لي ما تشرح، أنت وراك حاجة. أنا ورايا حاجة، ورايا بكرة ماسترز وبتاع، ورايا طبعا، على عيني والله. يعني أنا ما عنديش مشكلة طبعا، أنا بشكركم طبعا، كل الناس اللي بيكتبوا كلام حلو على عيني وعلى راسي، بس أنا أنتوا مش بتظهروا لي بأسمائكم، بيكتبوا فيسبوك يوزر، فالناس اللي موجودة على اللايف وعارفيني ثانك يو مور ذان ثانك يو، بس أنا مش عارف اشكركم باساميكم يعني. anyways دكتور احمد سعد، العفو يا دكتوره، العفو يا دكتور. انا اعمل ايه يعني؟ ايه اسيب المحاضره يعني؟ يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل اند برودكاست ولا اسيبها ولا اقوم اعمل ايه؟ عفوا يا دكاتره، عفوا، ابعت لي على الواتساب يا احمد يا سعد. طيب ماشي، يعني ادوس ستوب شيرنج وخلاص واند برودكاست. ماشي، انا ادوس اند برودكاست اهو، قال لي اند برودكاست. يس